مرحبا شباب، اليوم أعلمكم طريقة شلون تعلم البلبل يقلب بالقفص. طريقة سهلة وواضحة، واحنا وصلنا سؤال من صديق القناة وبناء على طلبه حبيت أسوي لكم هذا الفيديو التوضيحي. صديق القناة علي عباس يقول عندي سؤال بدون زحمة، شلون تخلي البلبل العراقي يقلب بالقفص؟ أرجو الرد. تحياتي لك علي عباس والجميع متابعينه. طريقة بسيطة مثل ما تلاحظون، وتقدر تعلمها البلبل من هو صغير او كبير، يعني كل الاعمار وماكو اي مشكلة بيها مثل ما تلاحظون. والاهم طبعا خلي قبل ما نعلمكم الطريقة ان يكون عنده قفص السقف ماله عالي، يعني بين المجثم اللي يوقف عليه اذا تشوفون وبين السقف، يعني مسافة تسمح له للبلبل يقلب بدون ما يطخ ذيله. والافضل ان يكون مجثم واحد بس بالنص، مو مجثمين، حتى يقدر البلبل يركز عليه. والطريقه هي مثل ما تلاحظون، تخلوا له اكل لي فوق، اكل مفضل إله يعني للبلبل، بس مو تجوعوه. يعني مثل ما تلاحظون هسه احنا عندنا البليت وعندنا التمر، عندنا المي كامل الاكل مالته، بس تفاح شلته من عنده حتى يكون مفضل إله وعلى موده يصعد لي فوق ياكل ويرجع يقلب. وهكذا يوميا تكرر العملية لحد ما ان البلبل، شوفوا مثل ما تلاحظون شلون يتعلق ورجع قلب، ما رجع عدل، رجع قلب ونزل. ها وهسه تلقائيا هم رجع من جديد، راح ياكل ورجع قلب. وهكذا تكرر هاي العملية لحد ان راح تشوفه بدون اكل هو راح يقلب من وحده. ان شاء الله وصلت المعلومة، وتحياتي لكم.